يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. والحقيقه قبل ما ندخل في تفاصيل الاخبار اسمحوا لي بس عشان انا احنا في السادسه انا وساره ومع ضيوفنا طبعا سواء اللي بنقابلهم من كل دول العالم من خلال سكايب او من خلال زوم او حتى ضيوفنا اللي بيكونوا موجودين معانا في الاستوديو بنتكلم كتير جدا عن دوري ابطال افريقيا ساره وبنسمع اراء مختلفه من او يعني اصوات مختلفه من دول عربيه من دول اجنبيه من نجوم من النادي الاهلي بينورونا في الاستوديو هنا متعلقه بانه الاهلي هو المرشح الاول للبطوله السنه دي، الاهلي هو النادي صاحب اكبر فرص للتتويج بالبطوله، كل الترشيحات بتصب في مصلحه النادي الاهلي، الكلام ده كله عظيم جدا لكنه الحقيقه لا يمت للواقع بصله، الكلام ده واللعيبه يمكن عارفه والاداره بتاكد على المعنى ده والجهاز الفني بالتاكيد ما بيسمعوش اي حاجه من الكلام اللي من النوع ده. احنا عندنا اهو والنهارده بتبتدي بطوله دوري ابطال افريقيا دور الثمانيه، نتكلم لو كنا بنتكلم من البدايات عن الترشيحات كان النهارده ريال مدريد يمكن يكون بيلعب او كان اليوفي ممكن يكون بيلعب، لكن في النهايه الفيصل هو صفاره الحكم في مباراه العوده، ده هو المعيار الوحيد والاخير والاكيد لانه الاهلي حسم البطولة وكل التوفيق للنادي الأهلي. بس حبيت أنوه عن الجزئية دي عشان حسيت أنه في أوقات من الأوقات ممكن كتير قوي لعيبة ترتاح لفكرة أنه كل الناس بتتكلم على أنه النادي هو فرصه الأفضل، النادي هو المرشح الأول، ده ممكن إلى حد ما يعمل ثقة زايدة تأثر لا قدر الله على المسيرة بتاعت النادي. وده ما بنحبش أنه يحصل زي ما حصل في أمم أفريقيا وأن مصر هتاخد اللقب وأنه 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 ليه بتفكرينا بس يعني علشان إحنا يهمنا جدا مصلحة نادينا. وكلامك صح جدا يا أحمد أنا الماتش لسه بدري، الماتش الوحيد اللي حضرته مش عايز يبقى وشي وحش، الماتش الوحيد اللي خدت الولاد وحضرته في الاستاد كان ماتش جنوب أفريقيا. لا يا أحمد خلاص يلا ما علينا، ان شاء الله باذن الله جاي افضل ونتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر. وبيتهيالي انه عوده النشاط ووجود الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا اعتقد ده في مصلحه المنتخب بشكل كبير جدا طبعاً. ان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله.